سوريا وإيران والإرهاب يخيمون على القمة الأمريكية الروسية. الحوثيون يخلون بعض القرى اليمنية ضمن عملية التهجير القسري. وارتفاع درجات الحرارة يهدد ملايين الأشخاص حول العالم. مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا عبر البث المباشر للتلفزيون الآن على اليوتيوب. نرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم السج الآن، ونبدأ بموجز لآخر الأخبار العربية والعالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن حريصة على إبعاد العداء في علاقاتها مع موسكو، مشيرا إلى أن علاقة الولايات المتحدة بروسيا لم تكن أسوأ أكثر من الآن، لكن هذا تغير. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي للرئيسين الأمريكي والروسي في ختام قمة هلسنكي إن القمة الأمريكية الروسية بحثت الهجمات الإرهابية والتعاون الأمني، مؤكدا على أهمية الضغط على إيران. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا وأمريكا تواجه تحديات جديدة مثل الإرهاب ومشكلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى بحث التطورات في سوريا ومؤكدا بأن الظروف أصبحت مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا. كما رحب بوتين بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية خاصة في مجال جرائم المعلوماتية. قال مجلس منبج العسكري الذي يسيطر على مدينة منبج السورية إن آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية غادرت المدينة الشمالية، ما يلبي مطلبا تركيا قديما بانسحاب الوحدات. وتعد الوحدات الكردية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة مسلحة منذ 3 عقود في الأراضي التركية. رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء خروج الدفعة الأولى من مهجري مدينة درعا وضواحيها إلى الشمال السوري. وقالت مصادر للمرصد السوري إن 9 حافلات تحمل على متنها 430 مدنيا ومقاتلا على الأقل غادرت إلى الشمال. وأضافت أنه من المرتقب أن تنطلق حافلات أخرى خلال الساعات المقبلة لنقل باقي الدفعة الأولى البالغ عددها نحو 1500 شخص من المقاتلين وعائلاتهم ومدنيين. دخلت التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى. وأكد مسؤول أمني أن 2 من المتظاهرين قتلا في بلدة السماوة في وقت شهدت فيه البلاد تراجعا في خدمة الإنترنت في ظل تواصل المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة. دخلت قوات الشرعية اليمنية أول بلدة في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثية الانقلابية بحسب ما صرح به مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية. أوضح المصدر أن قوات الشرعية شنت هجوما واسعا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة في وادي حيران، مشيرا إلى أن القوات باتت على مقربة من الخط الدولي الرابط بين مديرية حرد ومحافظة الحديدة. نزل جميع المهاجرين 450 الذين كانوا على متن سفينتين عسكريتين في المياه الإيطالية منذ يوم الأحد، كما أعلن رئيس بلدية مدينة بوتسالو الصقلية التي استضافتهم اليوم. واتخذت الحكومة الإيطالية قرارها بعد تعهد 5 دول من الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ كل منها 50 مهاجرا على عاتقه. ذكرت مجلة ديبلومات الأمريكية أن صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية كشفت أن موقعا سريا لتخصيب اليورانيوم تابع لكوريا الشمالية، فيما تقول بيونغ يانغ إنها ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. هذا وقالت المجلة إن مسؤولا أمريكيا أكد لها وجود الموقع الخاص بتخصيب اليورانيوم، مضيفا أن المخابرات الأمريكية تطلق على المنشأة اسم كانكسون. دعا الرئيس التونسي الباجي قيد سبسي دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طلب تجديد الثقة على حكومته أمام البرلمان لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد. قال السبسي في حوار أدلى به مساء يوم الأحد لوسائل إعلام محلية، قال إن أمام رئيس الحكومة خيارين في حال استمرت أزمة الثقة مع القوى السياسية والوطنية، هما إما الاستقالة أو طلب تجديد الثقة من البرلمان. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أجهضت نحو 25 مليون هجوم إلكتروني
وأنشطة إجرامية أخرى ضد بنيتها التحتية خلال استضافتها لمونديال عام 2018. ولم يكشف الرئيس الروسي أي معلومات حول طبيعة هذه الهجمات الإلكترونية التي تزامنت مع مباريات كأس العالم التي نظمت في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو في 11 مدينة و12 ملعبا. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو تحضيرا لتقديمه كلاعب جديد لنادي يوفنتوس الإيطالي بطل الدوري في المواسم السبعة الأخيرة، وذلك بحسب ما أعلن الأخير. سيوقع النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات عقدا مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم، وذلك في صفقة تقول وسائل إعلام إيطالية إنها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو. الحوثيون يمارسون فصلا جديدا من فصول الإرهاب والعنف بحق الشعب اليمني. التفاصيل بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن. أهلا بكم من جديد. أمرت الميليشيات الحوثية سكان قريتين تقعان جنوب شرقي مطار الحديدة بإخلاء قراهم ضمن عملية تهجير قسري تطبقها الجماعة في الكثير من المناطق اليمنية، وفي مشهد جديد من مشاهد الإرهاب والعنف بحق الشعب اليمني. وذكرت مصادر محلية لوسائل الإعلام أن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطاً لإجبار السكان على إخلاء منازلهم بحجة وقوعها في مناطق عسكرية وعلى طريق تقدم قوات المقاومة المشتركة. وأشارت المصادر إلى أن السكان لا يزالون يرفضون ترك قراهم والنزوح لأي مناطق أخرى خشية من تحويل منازلهم لثكنات عسكرية وزراعتها بالألغام. حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن. أستاذ نبيل مساء الخير، أهلا بك معنا. الميليشيات الحوثية مستمرة بتهجيرها القسري بضغوطاتها اللا إنسانية على السكان، سكان هذه القرى، بحسب ما وصلكم من توثيقات ومن أرقام والمعلومات لديكم، يعني عدد الأشخاص الذين ربما تعرضوا لهذه التهديدات وكيف تنوعت ما بين التهجير القسري والاختطاف أم ماذا؟ بداية مساء الخير لك أختي الكريمة ولجميع السادة المشاهدين. ما تقوم به الميليشيات هو ما اعتدنا عليه في كل المناطق التي يسيطرون عليها أو يكون لهم تواجد فيها، سواء بالتهجير القسري أو بعمليات اقتحام للمنازل، عمليات تفجير المنازل أحيانا، عمليات الاختطاف والاعتقال والترهيب والترويع، كل ذلك هي أعمال دائمة بالنسبة لهم. المواطنين هنا رغم أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة أو إمكانية عملية النزوح في المناطق العسكرية، لكن ما يخيف المواطنين هنا في عملية التهجير القسري أنه قد اعتاد اليمنيون أن هذه الميليشيات عادة تقوم بتحويل هذه المنازل إلى تكونات عسكرية، وتقوم بعد ذلك عندما يشتد عليها الخناق تقوم بالخروج من هذه المناطق، لكن بعد أن تقوم بعملية تلغيم وتفخيخ البيوت والطرقات والأراضي الزراعية. هذا ما حدث في كثير من المناطق، وهو ما يخشاه كثير من المواطنين، وهم يشعرون أن ما يملكونه سيصبح دمارا على أيدي هذه الميليشيات. كيف تتنوع الانتهاكات بالإضافة إلى التهجير القسري من خلال ما يصلكم من توثيقات من شهادات حقيقية من الناس؟ إلى الآن كيف تنوعت الانتهاكات وهل من إجراءات قانونية بهذا الصدد؟ طبعا لو وضعنا أمام عيوننا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يحتويه من حقوق للكرامة الإنسانية، ربما لم تترك هذه الميليشيات بندا من بنود حقوق الإنسان إلا وانتهكته على الأرض بشكل سافر، وربما بطريقة لم يسبقهم أحد لمثلها. من ذلك عندما نقف أمام الأرقام
نشعر برهابة هذه الجرائم التي تقوم بهذه الميليشيات. على سبيل المثال أن يصل عدد النازحين والمهجرين قسريا لأكثر من 3,400,000 نسمة، هذا رقم مخيف جدا بالطبع. الجانب الآخر أن يصل عدد من قاموا بتجنيدهم من الأطفال إلى قرابة أكثر من 23,000 طفل قاموا بتجنيدهم في هذه الحرب، آخرها من زجوا بهم في معركة الحديدة الآن. بل وصلتنا بعض اللقطات أو التصوير الفيديو لكاميرات خاصة بهم تركوها قبل انسحابهم من بعض المناطق لأسلوب التعبئة التي تورث حالة من حالات الحقد والتعبئة السلالية العجيبة جدا لتدمير المستقبل. أن يصل عدد المدارس الآن التي دمرت إلى أكثر من 1500 مدرسة، بالإضافة إلى تحويلها إلى مخازن وسكنات عسكرية. لذلك أقول لك أنه لم يترك أمر إلا وقاموا به. هم يزرعون الآن الألغام، وصل عدد الألغام إلى أكثر من 1,000,000 لغم، وهو ما يعني أن هناك 1,000,000 إنسان قد يفقدوا أرواحهم إن لم يكن أكثر بسبب هذه الألغام. يعني أن العملية ليست تدمير للحاضر اليمني، ولكن أيضا حرص شديد على تدمير المستقبل اليمني من خلال ما تقوم هذه الميليشيات من عمليات من خلال ومن ورائها إيران. أستاذ نبيل، من خلال التوثيقات التي وصلتكم، مقاطع الفيديو حتى التي ذكرتها، هل هي كافية لإدانتهم لتجهيز ملف قانوني لكي تتم الإدانة والمعاقبة؟ نحن في كل مرة يكون هناك ملتقى دوليا أو ملتقى إقليميا نقدم تقارير ناشئة عن وزارة حقوق الإنسان عبر الراصدين التابعين للوزارة، تشمل هذه التقارير حالات رصد مع إعداد لملفات لهذه الجرائم للمساءلة عليها قانونا بحسب الاختصاص، حيث توجد لدينا اللجنة الوطنية الخاصة برصد الانتهاكات، وتوجد لدينا وزارة العدل والنيابة العامة التي تقوم باستقبال ملفات متعددة من لهذه الانتهاكات لإعمال القانون المحلي، مع عدم إسقاط حق القانون الدولي حتى على مستوى شكاوى الأفراد في عدم سقوط الجرائم بالتقادم، وأن يكون كل هؤلاء عبارة عن مجرمين مرصودين على المستوى الدولي بحيث لا يستطيعون التحرك إلى أي مكان. شكرا لك إذن على هذه المداخلة أستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مع فقرات السجل الآن، بعد قليل نعود مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أشار خبراء في مجال البيئة أن العالم أمامه 3 سنوات للبدء بشكل جدي في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإلا فإنه سيواجه خطر احتباس حراري عالمي مدمر. وأظهرت دراسة حديثة أعداد المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وكيفية التعامل معها. نتابع في سياق هذا التقرير التفاصيل. في ظل موجات الحر المتزايدة التي تضرب مناطق مختلفة من العالم، أظهرت دراسة حديثة أن ما يزيد على 1,000,000,000 شخص حول العالم يعيشون دون أجهزة تكييف أو تبريد، والتي تساهم في حفظ طعامهم ودوائهم. الدراسة أوضحت أن نحو ما يفوق 1,000,000,000 شخص في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، منهم 470,000,000 في مناطق ريفية و 630,000,000 يعيشون في أحياء فقيرة داخل المدن، ويواجهون مخاطر بسبب نقص هذه الأجهزة. وذكرت الدراسة أن المناطق النائية بالبلدان الواقعة في المناطق المدارية لا تصل إليها الكهرباء، ولا تكون العيادات الطبية قادرة على حفظ اللقاحات والأدوية في درجات حرارة منخفضة. كما أفادت الدراسة أن حلولا بسيطة كطلاء أسطح المباني باللون الأبيض قد يفيد في عكس أشعة الشمس، إضافة إلى إعادة تصميم المباني بصورة تسمح بعدم احتفاظ الجدران بالحرارة. الأرض شهدت هذا العام موجات حر شديدة أدت إلى مقتل المئات حول العالم، آخرها كان في اليابان، إذ تسببت درجات الحرارة المرتفعة بمقتل 5 أشخاص على الأقل، فضلا عن نقل 1,500 آخرين إلى المستشفيات،
ومنظمة الصحة العالمية قالت إن ارتفاع درجات الحرارة جراء تغير المناخ سيسبب على الأرجح 38 ألف حالة وفاة سنويا في أنحاء العالم في الفترة ما بين عامي 2030 و2050. والسؤال يبقى، هل هناك حلول أخرى لحماية سكان العالم والدول النامية من تغيرات الحرارة المفاجئة؟ حول الموضوع ينضم لنا عبر سكايب من فيينا الدكتورة ميسون بريمو الباحثة في التنمية المستدامة. دكتورة ميسون مساء الخير، أهلا بك معنا. الحرارة إذن تهدد ملايين الأشخاص، حتى أنه في بعض المناطق ككندا مثلا التي من المعروف عليها بأنها باردة جدا فصل الشتاء، في الأسبوع الماضي كانت هناك حالات وفيات بسبب موجة الحر التي ضربت كندا. لماذا يعني هذا التغير المناخي بهذا الشكل، ولماذا أصبح مؤثرا إلى درجة أن يودي بحياة الناس؟ نعم مساء الخير. أولا أنا أرى أن العالم يتجه باتجاهات بعيدة جدا عن الاستدامة، بينما يطالب كل الخبراء وكل من يخاف على البيئة ومن يخاف على الكوكب بالاستدامة. أنا أرى ذلك نتيجة التغيرات. أولاً هناك نوعان من التغيرات البيئية، النوع الأول هو إرادي بفعل إنساني، بفعل الممارسات الإنسانية والجشع والتصنيع العسكري وما شابه، وهناك أيضاً مشاكل طبيعية هي من الطبيعة، الطبيعة تتغير في بعض الأحيان، لكن لنا علينا أن نقوم بإجراءات رادعة أو إجراءات مخففة على الأقل. أنا أريد أن أقول بأن الاستدامة هنا هي شعار المساواة، يعني المساواة بين الناس، يعني الترف في بعض الطبقات أو بعض الدول الغنية التي لا تشتري الاستدامة أو لا تحقق الاستدامة طلبا للاقتصاد وتنامي الاقتصاد، بينما يرزح كثير كما نقول وكما يقول التقرير حوالي مليار شخص، وأنا أعتقد أن هناك ما يزيد عن 52 بلدا كما ذكر التقرير هو يعاني ويرزح تحت مشكلة الاحتباس الحراري، وهناك يموت بأمراض مبطنة وهي أصلا سببها الاحتباس الحراري أو شدة الحر. نعم. طيب كيف برأيك يمكن إيجاد حلول لكي نحمي سكان العالم من مضاعفات ربما أو من هذه التغيرات المفاجئة القوية في درجات الحرارة، من خلال ماذا إذا في نقاط؟ دعيني أقول أن هناك مؤتمرات سياسية وقمة الأرض المنعقدة في جوهانسبرغ في العام 2002 أوصت بأول توصية وآخر توصية بتحقيق الاستدامة وتحقيق المساواة، وهذه الاستدامة وجهت للدول الغنية، الدول الغنية، أن نحن نعلم من هي الدول الغنية، وأنا أرى أيضا من بينها كندا، لكن هذه الدول لم تحقق ما نفذ إليه أو ما خلصت إليه القمة في جوهانسبرغ ولو بنسبة 30%. ثم أتى الخبراء في الأمم المتحدة في العام 2006 وكان هناك الخبير رونالد أرنولد غان، هذا الخبير وصلوا بتقرير إلى أن 20% و 2020 أي أن العالم عليه، العالم الغني، العالم الذي يملك مقادير الأشياء بالعام 2020 هي 20 الأخرى هي أن يخفف 20% من الطاقة الأحفورية المستخدمة، 20 الثالثة أن يستخدم طاقات متجددة وطاقات نظيفة. ماذا وصلنا، ماذا حصدنا الآن؟ الآن الحصد يقول بأن هذه 20% لم تحقق. أنا أعرف لماذا، ولكن علينا أن نجد حلول. لماذا؟ لأن هناك جشع، وهناك اتجه العالم نحو الانتاجوية، اتجه نحو كسر الإنتاج على حساب البيئة، وبالتالي المناخ تغير، فيصعد من الأرض كثير. إذن بعض الناس الآن لا تحقق لهم المساواة، إذن أين الاستدامة في هذا؟ ونحن طيب دكتورة حتى نفهم بشكل مبسط، يعني تفسيركم لهذا الارتفاع في درجات الحرارة هو طبيعي بالنظر إلى ما يمر به المناخ من تغيرات، هل نحن أمام تغيرات أكبر؟ هل ناقوس الخطر بدأ يدق فعلا؟ هل يمكن أن نعيش درجات حرارة أكثر ارتفاعا؟ في الواقع هناك كثير من التقارير ترصد بأن درجة حرارة الأرض في ارتفاع في العام 2030،
لكن أنا أرى أن بعض البرامج وبعض الطرق النافعة بدأت في الظهور، علينا تشجيعها، علينا المزيد إيلاءها المزيد من الأهمية، ليس كخبراء فقط، كمجتمعات مدنية، كمجتمعات أهلية، وأساسا يأتون في بالنسبة للقضية الأخلاقية. يعني أنا أريد أن أوجه لكل الساسة أن احترام البيئة هو قضية أخلاقية أن نوليها القدر الأكبر. وأرى أن هذا الازدياد هو ناقوس خطر، نعم، ولكن الترف الأول والآخر هو السبب. وأرى أن أيضا الحصاد الأخير يمكن أن يؤتي أكله، فيما إذا نظرنا إلى أن هذه الدرجات أو هذه المؤشرات الخطيرة، يعني موت عدد كبير الآن. دعيني أضيف بعض الدول التي تمت بها العمليات العسكرية القوية، ولا نخجل بأن نقول أن سوريا واليمن الآن تعاني من درجات من ارتفاع درجات حرارة، وهناك كثير من الوفيات، الكثير لا ترصد بالشكل الحقيقي، يتم بعض الأحيان يعني. نعم دكتورة. نعم، ولكن نعم. نضيف إلى هذه الدول المشاكل، وأنا أقول أن ترف الإنسان وزيادة النسبة وزيادة نسبة الأغنياء في العالم. نعم دكتور. من عيشتهم على حساب الفقراء. شكرا لك. كما يورد. شكرا لك. تفضل. يمكن أن تقوم بذلك تحل المشكلة. أشكرك جزيلا دكتورة ميسون بريمو، الباحثة في التنمية المستدامة، كنت معنا عبر السكايب. شكرا جزيلا لك من فيينا. إذن أدعوكم مشاهدينا إلى المشاركة معنا حول هذا الموضوع، حيث سنكمل الحوار عبر البث المباشر في منصة أخبار آن على الفيسبوك، ونرحب بكل تعليقاتكم ومشاركتكم معنا. في نفس سياق فيسبوك، تواصل إذن الشركة جهودها المستمرة لمواجهة الاحتيال والزيف على موقعها الذي يتضمن رسائل الاحتيال التي ترسلها حسابات مخادعة، فقد باشرت مؤخرا باختبار خدمة ميزة جديدة، تفاصيلها مع الزميلة ديما نجم. من منا لا يتلقى طلبات صداقة أو رسائل على حسابه الخاص في فيسبوك؟ الإجابة حتماً لا أحد، ولكن كيف لنا أن نعرف مدى مصداقية الجهة المرسلة، سواء كانت متمثلة بشخص أو بشركة؟ من اليوم فصاعداً تتيح شركة فيسبوك لمشتركيها معرفة هوية المرسل الحقيقية، إذ ستعمل على استخدام أنظمتها الذكية لجمع الدلائل التي قد تكشف عن المحتالين، وسترسل تحذيراً باحتمال أن يكون الحساب المرسل مزيفاً. وستفحص فيسبوك عددا من الصفات المرتبطة بالشخص الذي يستخدم تطبيق المراسلة ماسنجر الخاص بها، وسيشمل الفحص معرفة ما إذا كان الشخص يستخدم تطبيق المراسلة دون حساب فيسبوك مرتبط به، وما الدولة المسجل بها رقم الهاتف الذي يستخدمه. على سبيل المثال، إذا كنت ألمانياً وجل أصدقائك على فيسبوك من ألمانيا، سينبهك تطبيق ماسنجر إن بدأ أحدهم بمراسلتك بشكل عشوائي من حساب ألماني المنشأ لكنه مرتبط برقم هاتف روسي. كذلك سيبحث فيسبوك فيما إن كان حساب ما يتشارك الاسم نفسه مع إحدى جهات الاتصال لديك على ماسنجر أو أحد أصدقائك، وبهذه الطريقة تقل فرص سقوطك فريسة للاحتيال من قبل من يتظاهرون بأنهم يعرفونك. وبحسب فيسبوك فإن الخاصية الجديدة لا تزال قيد الاختبار، ولم يتم الكشف عن موعد إصدارها، وإن كانت ستصبح متاحة للجميع. الكثيرون من الأشخاص يصابون بحالة الدوار ويعتقدون بأنها حالة عادية، غير أنه في الحقيقة الدوار أو ما يعرف بالدوخة يعتبر مؤشر لأمراض خطيرة جدا. التقرير التالي والتفاصيل. ما السبب وراء عدم توازننا عندما نخطو في بعض الأحيان؟ ولماذا نشعر في كثير من الأحيان بأن الأرض كأنها تدور وتتأرجح بنا، ونصل إلى مرحلة فقدان الوعي معتقدين أن ذلك بسبب جهد مبذول؟ ولكن ذلك ربما يكون مؤشرا خطيرا لحالة مرضية نعاني منها دون أن نعلم. يعد الدوار عرضا وليس مرضا، حيث يقل تدفق الدم إلى الدماغ، ثم يعقبه تشوش شبه تام في العقل مع اضطراب في الإبصار والسمع. وهناك أربعة أنواع، الأول منها شعور مؤقت بالدوار يزول سريعا ويصاب به الشخص في الأماكن المرتفعة، وذلك لأنه لا يملك توافقا بين الرأس والأقدام.
أما النوع الثاني فيشعر المصاب بالدوار عند وقوفه فجأة بعد الجلوس، ويستوجب على المصاب الجلوس لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ويمكن أن يزول هذا النوع بعد فترة تتراوح بين 1 ساعة لساعتين. ولكن في النوع الثالث يضطر المصاب إلى عدم مغادرة الفراش لعدة أيام متتالية لأنه يفقد توازنه بشكل تام. كما يصاحب النوع الرابع من الدوار حالة من الغثيان وطنين حاد في الأذن قد يؤدي إلى نوبات شديدة ويلزم المصاب بها لعدة أسابيع قد تمتد إلى شهر، ويعجز فيها المصاب عن الوقوف والمشي تماما حيث يسقط بمجرد وقوفه. تعد أسباب الدوار أو الدوخة كثيرة لدرجة أنها تشمل كثيرا من الأمراض والاضطرابات النفسية والعصبية، ومن ذلك ما يحدث للبعض أثناء الطيران أو السفر بالقطار السريع. يصاب بالدوار مرضى السكري أيضا نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يتعرض لهذه الحالة أيضا الأصحاء بسبب انخفاض احتراق السكر في الدم. الإصابة بفقر الدم تتسبب في التعرض للدوار، وكذلك ما يعرف بهبوط الضغط الانتصابي وهو أكثر شيوعا عند المسنين، وفيه يحدث هبوط مفاجئ في ضغط الدم عند الجلوس أو الوقوف المفاجئ. الوقاية خيرا من قنطار علاج، حيث يمكن اتباع عدد من الخطوات البسيطة كأخذ قسط كاف من الراحة وتناول الأطعمة الصحية، تغيير وضعية الجسم تدريجيا وبالذات أثناء الانتقال من وضع الجلوس إلى الوقوف، وكذلك عند النهوض من السرير. كما يجب أخذ الحيطة والحذر من استخدام الأدوية التي ربما تسبب مشاكل في التوازن. للمزيد دائما مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، وتواصلوا معنا دائما عبر فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشرة على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. شكرا لكم على المتابعة، تحيات لكم مني من فريق العمل المعد عطاء الدباغ والمخرج أسعد، وطبعا تابعونا تفاصيل أكثر وآخر تطورات وآخر الأخبار في نشرة 12 بتوقيت السعودية، سيكون معكم زميلي ياسر حمزة.